بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة في وصفتنا مقشر حلو جدا. المقشر ده هنستخدمه للجسم كله بمكونات سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف. اول مكون معانا يا بنات هيكون معلقة من السكر، هضيف عليها معلقة من البن او القهوة الناعمة، زي ما احنا شايفين كده. هضيف عليهم معلقة من عسل النحل، عسل النحل الطبيعي. طبعا الكمية دي انت تقدري تضاعفيها زي ما انت عايزة، يعني شوفي الكمية اللي تكفيكي ايه فضاعفيها. طبعا بعد المعلقة يبقى اتنين، او بدل معلقة صغيرة يبقى معلقة كبيرة. بعد كده هضيف عليهم معلقة من زيت الزيتون او معلقتين من زيت الزيتون، واحد اتنين، بس اهم حاجة يكون زيت الزيتون ده يا بنات بكر واصلي، وتجيبيه من مكان تكوني واثقة فيه. هقلب طبعا المكونات مع بعض. خلاص يا بنات انا قلبتهم مع بعض وهما بيبقوا بالشكل ده والقوام ده. هاخد بقى منهم، طبعا هتكوني مشغلة بخار الحمام، فالبخار طبعا هيندي بشرتك، فهتاخدي من الماسك وتبدأي تفركي على بشرتك جامد لمدة 5 دقايق كده، وبعد كده هتشطفي بشرتك وتغسلي وتكملي الشاور بتاعك عادي. طيب الوصفة دي بتعمل ايه؟ اول حاجة بتخلصك من الجلد الميت، بتفتح البشرة، بتديكي نعومة للبشرة وترطيب عالي جدا للبشرة بسبب العسل اللي موجود فيها. الماسك ده حلو جدا، او المقشر ده حلو جدا، جربيه استخدميه مرة واحدة بس في الأسبوع، هيفرق معاكي خالص بجد، من أحلى المقشرات اللي ممكن تستخدميها. عايزة أقول لكم بقى لو المقشر عجبكم استخدموه، قولي لي نتيجة استخدامه إيه، وما تنسيش أهم حاجة تعملي لايك للفيديو وتشاركي لكل صحباتك علشان يستفيدوا منه. ولو كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك الجديد. أشوفكم على خير والسلام عليكم.